اسما فوق كل اسم. ليه؟ لكي تكثروا باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض وإحنا معاهم ومن تحت الأرض. ويعترف، لازم يكون عندنا الاعتراف اليقيني بناء على الإيمان إن إحنا بنؤمن إن الرب يسوع جه وتجسد. يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله. تعالوا نبتدي بالصلاة مع بعض. يا رب بنشكرك لأن فعلا رب بمجيئك يا رب كان لنا الخلاص يا رب، نعمة عظيمة، كان لنا السلام، كان لنا الفرح يا رب. ادينا يا رب فعلا ان احنا نعظم اسمك ونرفع يا رب كل شكر وحمد وتسبيح ليك يا رب، ليك المجد. امين. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا الى الابد. ولي يعني الفادي بتاعي، ماي ريديمر يعني. يسوع نرفع اسمك عاليا، تكثر بالقلب وبالركب ونرفع اسم يسوع عاليا. كل الخليقة بتعلن حقيقة إنك إله صالح. الرب يسوع قبل ما يخش أورشليم اليهود قالوا له، القادة اليهود يعني قالوا له خلص تلاميذك دي تسكت شوية، عمالين يصرخوا ويقولوا ملك المجد ملك السلام. قال لهم حتى لو دول سكتوا الحجارة هتنطق، الطبيعة الجبال بتعلن إنك إله صالح. حتى في وقت صعب، أيوة حتى في وقت صعب. كل الخليقة
نور من الظلمة. ده بولس الرسول في كورنثس الثانية بيقول أن الله قال أن يشرق نور من الظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإيه؟ لإنارة معرفة مجد الله، عشان نقدر نفهم ونقدر نستوعب يعني إيه مجد الله في وجه يسوع المسيح المتجسد. عشان كده لا يكون ظلام للي عايش جوه دي. لو انت بتمر بدي قول يا رب اديني هذا النور اللي يصرف اي ظلام. تعريف الظلام هو ايه؟ عدم وجود النور. اول ما بيجي النور الظلام ينقشع، باللغه العربيه يعني يختفي. Let's go.
أنا كل لي يلي بدمك اشتريتني وليك في حبي وخدمتي يلي فادتني ليكون ظلام للي عايش حواليك ويكون سلام بنرنم في الترنيمة اللي جاية بكلمات بسيطة بيقول له كان على الأرض سلام، ده الإعلان اللي قالوه الملائكة المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض سلام والناس في مسرة في فرح زي ما احنا قلنا. لما جيت يا يسوع لنا عشت بيننا ووسطنا، عشان كده بيعبر بتعبير من كده بيقول أنا يوم ميلادك حتى عايز أنور برضو شمعة عشان تدود تزود. طبعا هي لا مش هتقرب من نور المسيح في حياتي، لكن أنا بعلن على قد إمكانياتي أنا بشارك على الأقل بكلمة أقول أن الله نور ويسوع ادانا النور وادانا السلام.
ببص على ازاي الرب يسوع عاش على الارض وبعمل زيه. الكتاب يعلمنا كده ان احنا بنقتفي، يعني نتبع اثر او مكان ما هو عمل، احنا بنعمل زيه. عشان كده الترنيمه اللي جايه بتعبر، بيقول كده او بتعبر الكاتبه، بتقول مسيحي للارض جيت وبيننا مشيت. يعني عشت كان زي ما احنا قرينا في البدايه من رساله فيليب اصحاح 2، عاش كالارض على الارض كانسان زيه زيك طبعا بلا خطيه. ازاي انا مش هبص عليك؟ ازاي احاول ابص على حاجات تانية حتى لو كان الامور دي من الحاجات اللي بتحصل فعليا على الارض، لكن انا برضو باصص عليك. متى أصحاح 1 أو عدد 23 بيتكلم عن النبوة اللي اتقالت في سفر أشعياء، هوذا العذراء تحبل. وزي ما قرينا في البداية أو قلنا في البداية إن ده كان الإعلان من وقت سفر التكوين أصحاح 3 في
في البدايات خالص ان الله اعلن ان نسل المرأة العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. وبعد كده فسر لنا معنى كلمة عمانوئيل معناها ايه. الله معنا. مصدق؟ مش سامع؟ مصدق؟ امين. الله معنا. شعبك يعلن بيك ايمانه. Thank you.
Sunday school children, please come forward. Can you come faster? Very, very, very energetic here. Hello, Sunday school heroes. Can you come to my side so I can see your faces? Your beautiful faces. Thank you. So, in 1 week, we're gonna celebrate the birthday of someone who is very, very important. Do you know who he is? Jesus Christ. Yes, bravo, Anu. So, the tradition says that before the birthday, we should go and buy a gift, right? Did you think of a gift to give to Jesus Christ in his birthday? What was your gift? Who else? Someone think about the gift. Yes, Anne. Anne was suggesting to pray for everyone to have a good Christmas. What else? Gifts that we think to give to Jesus. Okay, I will help you guys. I guess inside of every one of us, there is a little muscle that's like as big as your fists. Can you do like this? And then can you do like this? What's in here? Our heart. So, during this week, we wanna pray and pray and pray and get this heart bright clean so we can offer it to the King of Kings as a gift in his birthday. Who says amen to that? الناس الكبار تعالوا نقف واحنا بنمد ايدينا على اولادنا الصغيرين ونصلي من اجل قلوبهم الصغيران. يا رب يكون بيعد جوا كل واحد فيهم قلب مستعد للمسيح وللسيد. ما يكونش زي المزود اللي مليان انا اسفه فضلات الحيوانات. يمكن المزود كان افضل مكان وقتها، لكن احنا عندنا حاجه اجمل ينفع نقدمها، عندنا قلبنا. فبشجعكم ان احنا نصلي لاولادنا ونعد قلوبنا للقاء السيد. يا رب God Father, we pray today because inside of every one of us there is a heart. Our heart desires today is to come and meet you and to give this heart to be the beautiful room where you dwell, where you come and sit and live. I pray for everyone's heart in this room, for everyone who is hearing us and seeing us. I pray for every heart who is dirty and solid and not ready to meet you. Please, God, do your miracle in us today. Get our hearts clean and ready to meet you. We offer our hearts as a gift in your birthday. Remind us that the heart is the warmest place where we can welcome baby Jesus Christ to it and have him dwell and live in our hearts forever and after. يا رب احنا بنصلي من اجل قلوب ولادنا النهارده. بنصلي من اجل قلوب كل شخص يا رب بيسمعنا. ولادنا اللي لسه في الرحم اللي لسه ما جوش يتقابلوا معاك ويعرفوك كل شخص يا رب بشخصه. خلينا نفتكر في اخر اسبوع قبل ميلادك يا رب، قبل ذكرى ميلادك المجيد، ان احنا نكون بنهيئ قلوبنا تكون مستعده لشخصك. تكون مكان مريح ليك يا سيد، تكون مكان نظيف يستناك وينتظرك يا رب. يا رب احنا بننتظر عملك فيهم يا رب، بننتظر عملك في عائلتنا واسرنا. في اسم المسيح بصلي وشعب الكنيسه كله يقول امين. Thank you guys for coming. I wish you the best time today in Sunday school. We love you. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. اتأكد ان دايما زي ما صلت معانا شيرلي ان يسوع جوه قلبك. بعد كده تصلي علشان عيلتك وولادك. امين. يا كنيسة
الكنيسة افرحي زي ما برضو ابتدينا في الأول، فرح والسلام والنور واعتمد على مجيء المسيح جوه حياتنا. اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا وكمان نور جوه قلوبنا. ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا يا عجيب يا مشير يا إله.
في إنجيل لوقاص 2 وعدد 29 لعدد 32 سمعان الشيخ لما يوسف ومريم دخلوا بالطفل يسوع الهيكل وتقابلوا والله أعلن له أن ده هو المسيح المنتظر. فقال كده: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. ليه؟ لأن عيني قد أبصرت خلاصك. مين يقول كده أمين؟ أنا عيني يا رب شايف خلاصك وعايش ليه. الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، ما كانش لليهود بس، لا كان لليهود وللأمم ولكل الشعوب، نور نور تاني إعلان للأمم ومجدا لشعب شعبك إسرائيل. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك، عملك في حياة كل واحد فينا عجيب، كفاية عملك على الصليب علشان فدائنا. عشان كده نسجد ليك وبنقول الصليب هو فيه تجسد المسيح وفداء لينا. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب. يا مجدا ليك، مجدا ليك تاني، مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب. يا عجيب يا ابن الله، وحدك وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. افتح عيني للأعمى وتأول الأموات، وتهدي البحر الكلمة يا عجيب. مجدل لي مجدل لسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب. يا عجيب يا ابن الله، اعلن اعلن ايماننا، اعلن ايماننا وثقتنا يا ربي فيك، وحدك ضامن حياتنا ونعيش. احنا بنعلن ايماننا، احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا ربي فيك، وحدك ضامن حياتنا ونعيشها على كفيك. يا راعي انفسنا الصالح كل اديك اللي عليك، دعنا خير ورحمة يا عجيب. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، اسكت ليك رافعين راية الصليب. يا عجيب يا ابن الله، مستني حضورك في بلدنا وبيوتنا، مستنيين حضورك في بيوتنا، في بيوتنا بالإيمان، إلا أرضي نبورك يا صاحب السلطان. تعالوا نرفع صلاة شكر وحمد، نقول يا رب فعلا أنا بشكرك يا رب عشان أنت جيت على الأرض تديني فداء، تديني نور في حياتي، تديني سلام في حياتي. وزي ما رنمنا وقلنا أنا بسجد ليك، يعني بعلن كل خضوع لإرادتك، وكمان بنسلم ليك حياتنا وحياة بيوتنا. ارفع قلبك في دقيقة وعبر بالكلمات في سرك وقول يا رب أنا بشكرك لأجل فعلا عملك على الصليب، كان اداني حياة ومديني حياة وهيديني كمان حياة أبدية.
شكرا ليك يا رب من أجل فعل رب وجودك وتجسدك يا رب. ادانا الحياة الأبدية. كل يوم يا رب بنعلن شكر وحمد قلوبنا يا رب لهذا العمل العظيم يا رب. بمجيئك في القلب يا رب بتدي حياة، بتدي نور، بتدي سلام، بتدي طمأنينة، بتنزع كل خوف. اقبل يا رب كل صلاة رفعت إليك يا رب. غطينا يا رب بدم المسيح يا رب، وطهر كل قلب يا رب، وضم يا رب ناس جديدة لملكوتك يا رب. من كل فرد بيسمعنا، من كل فرد بيصلي إليك يا رب صلاة من القلب، من كل إنسان بيتشفع يا رب عن كل فرد فعلته، في اسم المسيح يا رب اقبل يا رب، وضم يا رب نفوس جديدة يا رب للحياة الأبدية، في اسم المسيح آمين. مجد للرب. أحبائي نشكر رب كتير لأجل فرصة الترنيم والتسبيح. حابب بس ألفت نظركم، يمكن البعض طبعا يتساءل، احنا كان المفروض يكون معانا أخونا ناصف صبحي، لكن عشان المحدش يسأل يعرف الإجابة ايه، ان هو طيارته تأخرت في لندن وهيوصل النهاردة بعد الساعة 3. طبعا هيكون خلص الاجتماع، فخلينا نصلي من أجله أن يصل بالسلام. الرب يباركه ويستخدمه في أي مكان. طبعا كان هو مفروض أن يكون مرنم ومتكلم وسطينا، لكن الرب هو اللي بيتكلم، والرب هو اللي بيدي التعزية في وسطينا. إحنا بالبشر بنتخلف ونتغيب، لكن الرب ولا مرة غير معاده، لكن هو بيحضر في المعاد في وقته وبيجي، إحنا اللي مرات بمواعيدنا بتختلف. فنصلي أن الرب يبارك لنا هذا اليوم ويبارك الفرصة لينا أحبائي. برضو ما زلت بشجع الناس اللي ما لهمش ورا ضروري أن يقعدوا، يكونوا معنا قدام شوية عشان ممكن كلنا نستفيد من كلمة الرب. حابب أقرأ معاكم بعض الأعداد، أعداد قليلة، ممكن نقف مع بعضنا نتنشط شوية، نقف مع بعضنا ونقرأ من إنجيل البشير يوحنا، أعداد قليلة من العدد السادس، إنجيل يوحنا أصحاح الأول ومن عدد 6. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. الله يبارك لنا هذه الأقوال المقدسة. تفضلوا استريحوا، صلي في قلبك كده، قول له يا رب اتكلم إلى قلبي النهاردة. أنا ما عنديش أي حاجة، وكنت يعني ذهني كان بعيد كل البعد ان اكون انا المتكلم النهارده، لكن الرب له قصد، الرب له قصد. فصلي في قلبك قول له يا رب انا عايز اسمع صوتك النهارده. خلينا نحني رؤوسنا صلاه قصيره جدا، كل واحد منا يصلي يقول له يا رب اتكلم الى قلبي. قد ايه سمعنا مواعظ احبائي، قد ايه سمعنا الاف الاف العظات، لكن محتاجين نسمع صوت الرب، محتاجين قولوا اسمعني صوتك يا رب، أنا جاي وقلبي متعطش إني أسمع صوتك، أنا جاي وعايز أتعلم منك درس جديد النهاردة. فأنت يا رب تقدر تدين النهاردة يا رب، لا تنظر إلى المتكلم ولا تنظر إلى اللي حواليك، لكن خلي نظرك ثابت في الرب. قولوا يا رب أنا عايزك أنت النهاردة تتكلم إلى
قلبي من الكلمة من شخصك إلى قلبي مباشرة. يا رب أنا جاي قدامك النهاردة وبشعر بضعفي وبشعر بعجزي الشديد قدامك يا رب، أنا واثق إنك أنت تتكلم إلى كل قلب فينا، تكلم إلى عبدك أولا يا رب، وتكلم إلى أخواتي كلهم المسلمين أمامك. أنت عندك لينا رسالة، عندك لينا صوتك الواضح لينا النهاردة، تكلم إلى كل، تكلم لكل نفس بيسمعنا وبيشاهدنا في كل مكان يا رب. إحنا ليس لنا لكن لإسمك، لإسمك نعطي مجدا. آمين آمين آمين. وإحنا في أجواء الميلاد أحبائي، في شخصيات كتيرة تواجهنا وبنشوفها في أحداث الميلاد، شخصيات كتيرة في أحداث الميلاد، وبنشوف إيد الله العظيمة اللي بتصنع أواني بيستخدمها الله لمجده. وكان الروح القدس بيظبط وبيهيئ الأمر لمجيء يوحنا المعمدان قبل مجيء شخص ربنا يسوع المسيح إلى عالمنا. عشان كده حديث النهاردة هيكون عن شخصية من شخصيات الميلاد، وهي شخصية يوحنا المعمدان، اللي نتعلم منه دروس لينا ولكل واحد فينا بيسمعنا وبيشاهدنا وكل واحد موجودنا، نتعلم دروس مفيدة لحياتنا أحبائي في هذه الأجواء الميلاد اللي الناس مرات في أعياد الميلاد بتنشغل عن الميلاد، عن صاحب الميلاد، عن تشتغل. يعني إحنا مرات بننشغل عن الميلاد، عن صاحب الميلاد، زي ما مرة حد عبر كده قال عاملين مثلا عيد ميلاد لمثلا أخونا سامح، كلنا عاملين عيد ميلاد ليه، وكلنا مهتمين وندي بعض هدايا وناسين اللي هو صاحب عيد ايه؟ عيد الميلاد، ما نديهوش هدايا. ليه؟ مشغولين احنا بالهدايا لبعضينا. هالناس الايام دي عامله كده، مشغولين بالعيد وبنقدم هدايا لبعضينا، لكن صاحب العيد هو واخد كورنر وماشي في قاعد في مكان وحدي. لكن يساعدنا الرب حبالي نعرف ونأخذ درس جديد لينا، أن في وسط هذه الزحمة، زحمة الأعياد، أننا نركز على هذا السبب العظيم، هو الريزن فور إيه؟ فور سيزن. أحبائي خلينا نرفع قلوبنا للرب، ورب يفتح عيوننا من جديد لندرك هذه الحقيقة التي تمر علينا سنين سنين سنين، وإحنا نثق تماما ان هذه العطيه العظيمه شخص ربنا يسوع المسيح الى عالمنا. فعشان كده احبائي حابب اتكلم معاكم شويه النهارده عن هذا الشخص الذي جاء ليمهد الطريق وليعد الطريق. بنشوف هنا هو هذا النبي بعد ما انصمت الوحي حوالي من 400 سنه ظهر، جاء يوحنا يقول كان زي ما بيقول أرينا، كان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور. وقال عنه في مكان أيضا في إشعياء 40، صوت صارخ في البرية أعدوا، ده اللي جه عشانه، أعدوا طريق. فيوحنا المعمدان أحبائي من الشخصيات الرائعة، والكلام عنها قليل في الكتاب أحبائي، الكلام عنها قليل، لكن في تعاليم لينا فيها عظيمة ممكن نستفيد منها النهاردة أحبائي. معنى اسمه يوحنا، يهوى حنان، أو الرب حنان. وفي لينا بعض الدروس لينا، يعني خلينا نشوف كده في إنجيل لوقا من عدد 1-5، لو قدرت الأخت لورا تطلعنا في من عدد 1-5، يقولوا كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. أنا وقفت أمام الكلمات دي أحبائي شوية، وأنا مبارح لما عرفت أن أخونا ناصف مش هيكون موجود، وابتديت أدرس عشان أتكلم كلمة النهاردة، وأنا بدرس الموضوع ده لقيت كده اسمها أليصابات وكلاهما كان برين أمام الله.
شوف شهادة السماء عنهم. برين نتعلم دروس من حتى من والدين يوحنا زكريا وإليصابات، وحياة في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، يعني ما فيش غبار على حياتهم. كلمة بلا لوم يعني ما فيش غبار على حياتهم. ساعدنا الرب أحبائي لما يجي تقرير من السماء، سالكين بحسب وصايا الرب وأحكامه وأحكامه. لكن هنا ممكن ونشوف هنا هو إن 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 زكريا تزوج واحدة من بنات إيه؟ من بنات هارون، وكان الارتباط بمشيئة الله. شفتوا ده رسالة للي لسه متجوزوش، رسالة للي متجوزوش إن لازم الارتباط يكون بحسب مشيئة الله. هو كاهن من فرقة أبية وراح تزوج من بنات إيه؟ هارون، عشان يكون الأمور والبيت يبقى بيت حقيقي، بيت مسيحي حقيقي. فتزوج بحسب مشيئة الارتباط، كان حلو، حلو الارتباط لما يكون بحسب مشيئة الله، حلو الارتباط لما يكون بحسب مشيئة الله. لكن هنا نرى في حد يسألني السؤال ده، أو حد يسأل هذا السؤال، طب دول هم يا رب برين أمامك وبيسلكوا في طرقك، طب ليه قفلت عليهم وما اديتهمش ولاد؟ سؤال ممكن واحد يسأل كده. طب دول بيحبوك، دول بيحبوك وبيصلوا من وبيصلوا باستمرار وطالبين انك ان تفتح رحمة الإصابات وتعطيهم ولد. ازاي الرب يقفل على ناس بيحبوه؟ ليه ربنا قافل على ناس زي كده كتير؟ وفي مرات احنا بنصلي لاجل امور كتيرة، وليه الرب بيقفل علينا؟ خلينا نتعلم الدرس ده من حياة يوحنا المعمدان ووالديه. احنا كبشر عندنا حسابات غير حسابات الله، احنا دايما لينا حسابات غير حسابات، بتختلف حسابات الله عن حساباتنا نحن البشر. هم كده كانوا يجب علينا لما في امراضنا مرات بنطلب صلاة لاجل واحد مريض بيننا، ومرات بنطلب صلاة لأجل ظروف معينة ونصلي من أجلها. أنا عايز أقول لك أحبائي ونقول لنفسي النهاردة في هذا الصباح، لما الرب يشفي صالح ولما يدي نعمة مع المرض صالح، في الناحيتين، الرب لما بيشفي هو صالح، ولما بيقفل يبقى صالح، ولما بيفتح هو أيضا إيه؟ صالح. أن تأنى يستجيب، أن تأنى يستجيب حتى لو أخذت سنين. كانوا بيصلوا، كان زكريا وإليصابات صلوا، أعتقد صلوا كتير من أجل كده، لكن الرب استجاب في وقته، في وقته. تقول أنا مستني استجابتك، مرات بنقول أنا مستني استجابتك يا رب. أنا عايز أقول لك النهاردة سيدك أشر على طلبك بالاستجابة، لكن أنت أنا يستجيب. الرب أشر على الطلب بالاستجابة، لكن أنت أن يستجيب. أننا قد يتأنى لكنه لا يتأخر، الرب يتأنى لكنه لا يتأخر. إلهنا أحبائي بيحسبها باتقان، إلهنا بيحسبها بالاتقان أحبائي. اسمع ماذا يقول الكتاب في تكوين 21، وافتقد الرب سارة كما قال، افتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما قال. مرتين يقول كده، الرب لي وقته أحبائي، الرب لي وقته. فنتعلم درس أحبائي في حياتنا وفي حياة من حياة يوحنا المعمدان، إن الرب أنت أنى يستجيب، أنت أنى يستجيب، لابد أنه يستجيب، بس علينا ندرك إن إلهنا صالح. ونشوف ايضا هنا بيقول عن 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 يوحنا المعمدان، قال الرب نفسه: الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء، في متى 11 عدد 11 اعظم من يوحنا ايه؟ من يوحنا المعمدان. فقال الملاك، وقال ايضا الملاك لزكريا في لوقا 1:15: لا لانه يكون عظيما امام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ومن بطن أمه يمتلئ
من الروح القدس. عشان كده نفهم حقيقة تاني ونتعلم درس تاني يكون عظيما. إيه هي العظمة في نظر كل العالم البشر؟ إيه هي العظمة الحقيقية؟ إن تقييم كلمة الله للعظمة تختلف تماما عن تقييمها تقييم إيه؟ تقييم كلمة الرب للعظمة. العظمة اليوم أحبائي في العالم اللي احنا عايشين فيه وسط هذا العالم، إن العظمة ترتبط بالمؤهل الدراسي وبالمركز الاجتماعي وبالإمكانيات المادية والحسب والنسب وإلى آخر أحبائي. لكن العظمة الحقيقية بحسب كلمة الله هي في مخافة الرب وفي طاعة وصاياه وفي حياة التكريس له وبالإيمان العميق للرب. أحبائي، هي دي العظمة بتاعت الكتاب اللي بيقول عنها الكتاب، دي العظمة الحقيقية. عشان كده الخدمة الصادقة للرب ليست في كم ما يملك الإنسان، بل في كم ما كم يعطي. مش بأملك لكن أنا بعطي قد إيه، أدي هي العظمة الحقيقية. فالكتاب قال عنه يكون عظيما، وما كتب عنه يذكرنا، ما كتب عن يوحنا هنا يذكرنا الكتاب أحبائي عن هذه المرأة الشنومية التي قال عنها الكتاب: وكانت هناك امرأة عظيمة، وكانت هناك امرأة عظيمة، وفي ذات يوم عبر اليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة. الرب بينظر للعظمة من فوق، مش زي ما احنا بننظر للعظمة. احنا بننظر للمنظور، ننظر للظاهر، ننظر لأمور العالم، هذه هي العظمة. لكن ما كان يتميز يوحنا عظيما بحسب كلمة الله، كان يوحنا عظيما بحسب مقاييس كلمة الله. كان يميز أيضا يوحنا أحبائي التواضع، ليس كما كان مشغولا بنفسه، ما كانش مشغول بنفسه. يوحنا لم ينشغل بنفسه. حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولوين ليسألوه، بيقولوا له: من أنت؟ ما كانش مشغول بنفسه، كان دائما يقول إيه؟ قال عن نفسه إيه؟ أنا صوت صارخ، أنا ولا حاجة، أنا صوت صارخ في البرية، أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي صار قدامي، الذي لست مستحقا أن أحل إيه؟ سيور حذائه. ليس كان مشغولا بماذا يأكل ويشرب ويلبس. وده أحبائي مش معناها أن احنا مش هنهتم بناكل وبنشرب، ده مظبوط، لكن ما كانش هو ده الهدف بتاعه، ما كانش هو ده الهدف. إن 95% في عصرنا الحالي أحبائي مما يشغل الناس وزي ما قلت في البداية وما يهتم به الناس هو موضوع واخد كل جهدهم واخد كل وقتهم، هو الأكل والشرب والعالم، ماذا نأكل وماذا نلبس، وانطبق فينا الكول كما كان في أيام نوح، هكذا يكون في مجيء ابن إيه؟ الإنسان. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيأكلوا وبيشربوا، يزجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه إيه؟ نوح الفلك. هو ده اللي حاصل في هذه الأيام أحبائي. وهنا مش معناها أني يعني مش هناكل ومش هنشرب، لا ما تفهمونيش غلط أحبائي، ولا هنتزوج ولا كده، لا، بس كان كل الهدف منصب في العالم، كل الهدف منصب في أمور هذه الحياة. لكن عندنا هنا في حياة يوحنا المعمدان نجد هذا. يوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. كان يلبس ثيابا بسيطة جدا، وانطبق فيه القول: إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، يعني لأن الرب قال: لا أهملك ولا أتركك. يعني ما كانش مهتم قوي بالموضوع ده. وإحنا بنلبس أحبائي وكل حاجة، الرب عايزنا نكون مهندمين، وعايزنا نكون في نظافة، وعايزنا نكون كويسين، وعايزنا كل حاجة، بس ما كانش الاهتمام منصب في هذا الأمر، ما كانش الاهتمام منصب أحبائي في هذا الأمر. في الأكل وفي الشرب كانت حياة. رغم هذه الحياة البسيطة لم نسمع منه أنه تذمر هذه الحياة البسيطة، لكن كان عنده حياة القناعة، كان شعاره: أما التقوى مع القناعة فهي إيه؟ فهي تجارة عظيمة. التقوى مع القناعة فهي
تجارة عظيمة. إن كان لنا قوت كما قلت وكسوة فلنكتفي بهم. أحبائي ما الذي بيأخذ وقتنا في هذه الأيام وبيأخذ تفكيرنا وبيأخذ كل شيء في حياتنا؟ ما هي الأولويات في حياتنا؟ إيه هي الأولويات في حياتنا؟ أنا أعتقد أحبائي لو 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 دققنا تماماً والأولويات اللي في حياتنا، لا 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 لو لو في لو لحنا نظمنا الأولويات ما كنا نلاقي أماكن العبادة تكون خاوية أبداً أحبائي. لو كل المؤمنين ولكل أولاد الرب رتبوا أولوياتهم كنا نلاقي أماكن العبادة مكتظة بالناس. لكن لأن الأولويات مش مترتبة، عشان كده أحبائي بنشوف كده، بنشوف حياتنا كده. صور واحد كده صورة كاريكاتيرية قريت عنها أحبائي، يعني خلتني فعلا اندهش. بيقول لماذا لا توجد نهضة؟ حاطط كده في التأمل كاريكاتيري، بيقول ليه ما فيش نهضة في هذه الأيام؟ وحاطط صورة مؤمن معاصر، مؤمن، اسمعوا كلمة مؤمن معاصر، وراكع بيصارع مع الله. تعرفوا بيصارع مع الله بيقول ايه؟ بيقول في الصلاة لكي يمتلك احدث موبايل، احدث تليفون. بيصارع مع الله، انا عايز احسن موديل تليفون، وعايز احدث كمبيوتر، وعايز احدث سيارة، وعايز احدث بيت. ادي كل اللي بيصارع معاه في صلاته مع الله. كان تأمل كاريكاتيري كده معبر أحبائي، بيقول ليه ما في؟ عشان كده ما فيش نهضة في هذه الأيام، ما فيش حياة نهضة، لا نهضة في بيوتنا، ولا نهضة في حياتنا، ولا نهضة في كنائسنا، ولا نهضة كده. لأن الناس انشغلت. إننا نعيش في مجتمع، في مجتمع استهلاكي أحبائي. يقول الخبراء اليوم أحبائي، بيقولوا كده، يمكن من سنين بيقولوا كده، إن يوجد 720 منتجا يوميا جديد. شوفوا 720 في اليوم، ويمكن ده كانت الإحصائية دي كانت من سنين فاتت، لكن يمكن دلوقتي أكتر من كده. وهذا جعل كل إنسان يبحث كي يمتلك الجديد. كل يوم عايزين الجديد، كل حاجة، كل يوم طلع حاجة جديدة وعايزين أحبائي. ولو ما عملناش كده نصبح من ضمن المتخلفين. لو ما عملناش كده وما جبتش أحدث حاجة يبقى أنا متخلف. مش ده اللي حاصل أحبائي؟ هو ده اللي حاصل أحبائي. عشان كده حياة يوحنا المعمدان بتورينا هنا إنسان كان بسيطا، جاء عشان هدف. وإنت وأنا موجودين هنا عشان رسالة معينة، جينا نعد طريق الرب. أنت في بيتك بتعد طريق الرب، إحنا في الكنيسة بنعد طريق الرب لحياتنا. إننا في أشد الاحتياج أحبائي أن نعيش ما قاله الرسول بولس: قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. تعلمت أن أكون مكتفياً بأنا فيه. يوجد يوحنا المعمدان أعظم ما قاله أحبائي به هو أن يعد طريق الرب، أمام الرب. يقول للناس الملك جاي، أدي اللي جاي عشان الناس الملك جاي. بصوا لده، هو ده المسيح، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يبقى يوحنا المعمدان كان أول حاجة نتعلمها أيضا منه. تاني حاجة تاني إنه كان بيشاور على مين؟ بيشاور على، هو دي رسالته، جاي يشاور على المسيح، يقول لهم هو ده وبس، ما فيش غيره. كان أعظم كارز يوحنا المعمدان، أعظم كارز أحبائي نتعلم منه النهاردة، ونتعلم من الشخصيات الميلادية وإحنا بنعيد عيد الميلاد. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. بصوا على يسوع، بيقول لهم بصوا على يسوع، هو اللي عنده الغفران، هو اللي عنده السلام الحقيقي، هو اللي يحمل خطاياك، هو عنده الفداء، هو كل شيء. أحبائي محتاجين يكون هو ابتدى يقول لهم كده: ينبغي أن ذلك إيه؟ يزيد وإني أنا أنقص. مرات إحنا اللي عايزين نزيد، مرات إحنا عايزين نزيد على حساب عمل الرب. مرات كرامتي ووضعي واسمي وعيلتي، مرات احنا كخدام وقادة، ايضا انا بتكلم للكل احبائي واللي بيشاهدونا، احنا خدام وقادة، شعارنا ينبغي ان انا اللي ازيد، ان انا اللي ازيد.
تحت أي مسمى مرات أحبائي، تحت أي مسمى، لكن عمل الرب كان في 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 حياة يوحنا كان إنه هو ينقص. لست مستحقا أن أحل سيور إيه؟ محتاجين يوحنا كلنا كخدام وكقادة وشيوخ وشعب وأعضاء كنيسة ومؤمنين في هذه أن نعيش هذا الشعار، أنت تزيد وأنا إيه وأنا أنقص. هو ده اللي محتاجين ونتعلمه من هذه الشخصية المباركة. أحبائي كان أول نبي أحبائي بيجي يوحنا المعمدان يقول أنا لست أهلا أن أحل سيور حذائه. هو الأصل، كان بيقول لهم هو ده الأصل، هو ده الخلاص، هو ده الخلاص. نحن مرات نبحث عن نجاحنا، احنا مرات مش على تمجيد اسم الرب. أحبائي محتاجين نتوقف شوية كلنا ونسأل أنفسنا فعلا هو يزيد، هل هو بيتمجد، هل هو يزيد ويتمجد في حياتنا ولا على حساب كرامتنا وعلى اسمي مشيئته هو التم مهما كان ومهما حدث. أحبائي هل هو رأسنا، هو الرئيس، هو اللي بياخد المكانة، هو الرأس في حياتنا وفي اجتماعاتنا، واسمه يعلى فوق كل اسم. أحبائي يأخذ مكانته، نخضع ليه، نعمل مشيئته، هو مش مشيئتنا إحنا. مرات إحنا عايزين نعمل مشيئتنا إحنا، لكن نعمل مشيئته هو، حتى لو مشيئته متعارضة مع مشيئتنا نقول له مشيئتك أنت على عينه على الرأس يا رب، حتى لو مشيئته هو متعارضة مع مشيئتنا، مع مشيئتنا، عشان حتى هو الرب يسوع قد أن أفعل المشيئة، مشيئتك يا إلهي إيه سررت. هل هو النور الذي يطلع في كل ظلمة، فيطلع كل ظلمة من حياتنا، يطلع كل حاجة في حياتنا غريبة، كل شيء في حياتنا يكون غريب في حياتنا، يأخذ مكانته في حياتنا. أحبائي كان يوحنا المعمدان شخص متواضع، شخص كان عمله أنه يشاور على يسوع. هو ده اللي احنا عايزينه في هذه الأيام أحبائي، أن يشاور على يسوع، واليسوع هو ده الأصل. وحاجة تانية أيضا كان عن يوحنا المعمدان، أيضا كان هو أيضا إيه؟ لا يحابي الوجوه، كان لا يحابي الوجوه، كان صوت قوي بإعلان الحق، كان صوت قوي بإعلان، ما كانش بيحاب الوجوه. وقف يوحنا بكل شجاعة وقال لهيرودس لا يا إيه؟ لا يحل لك، لا يحل لك. طبعا احنا عارفين هيرودس كان عايز يأخذ زوجة إيه؟ زوجة أخيه أن تكون زوجة له. وقف يوحنا المعمدان وقال له لا يحل لك. نحتاج إلى يوحنا في هذه الأيام أن يعلن الحق في زمن ضاع فيه الحق. في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه ده أمور كثيرة فاسدة أحبائي. العالم بيمر بمراحل زي ما احنا شايفين، العالم بيمر بمراحل صعبة جدا، وقوانين بتطلع ضد تعاليم كلمة الله، تعليم كلمة الله. أحبائي يجب محتاجة أن أولاد الرب يقفوا موقف البطولي، موقف أن يعلنوا ولا يحابوا الوجوه. وقف بكل شجاعة ويقول لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ هيرودية زوجة إيه؟ زوجة لك. ما كانش بيطبطب على الناس، كان بيقول لهم توبوا، توبوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا للرب. في هذه الأيام الناس مش بتحب الحق أحبائي، الأيام دي الناس مش بتحب الحق. مرات أحبائي كلمة الله بنلويها أو بنحاول يعني نبعد عنها عشان ما نوصلش كلمة الحق. الناس عايزة مجاملات، الناس عايزة حد يطبطب عليها. صحيح طبطب عليك في ظروفك الصعبة وفي بعض الأمور، لكن عند كلمة الله كلام، الناس عايزة كلام جميل يبسطها، لكن لا، عند الحق أحبائي كلمة الله هي الأساس. اسمعوا، يقول لهم إيه؟ اسمعوا ثمارا تليق بإيه؟ بالتوبة. حد يقول لهيرودس الملك لا يحل لك أن تكون امرأة أخيك زوجة لك، حتى لو وصلت للسجن يا يوحنا. نعم، حتى لو وصلت للسجن. وقف يوحنا وقال لهم توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات.
قال لهم كده، يقول لهم إن الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. اليومين دول أحباء الناس بيوصوا الوعاظ إنهم يشجعوا الناس، إنهم يطبطبوا على الناس، عشان لكن صحيح زي ما أنا قلت شجع أشجعك في ظروفك ونشجع بعضينا في الظروف الصعبة، لكن عند الخطية نقول للخطية خطية، نقول للخطية خطية، محتاجين صوت صارخ. ما ينفعش أكثر الحق، ما ينفعش يا أحبائي نقول على الغلط صح وعلى الصح غلط، ما ينفعش. ما فيش الأيام دي محتاجين ناس يقفوا كيوحنا المعمدان أن يقول للغلط غلط وللصح صح. يا أحبائي عايزين ينادي، ينادي بالحق وبالاستقامة، أن ننادي بالنقاء والقداسة وحياة القداسة، ننادي إني إن 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 فيه الآن أن أحبائي ناس في أنانية، في طمع، في أمور سادت على العالم في هذه الأيام، وحتى إحنا المؤمنين مرات بنعملها ونعيش فيها، لكن الرب عايزنا أحبائي نتحرر من البرودة الروحية ومن الروتينية ومن الآلية اللي موجودة الأيام في العبادة. مرات صلاتنا بتكون صلاة روتينية أحبائي، ولكن ما ينفعش نكمل كده أحبائي، ما ينفعش. يجب علينا أن تكون لنا رؤية كما كانت ليوحنا، جاء لعمل مخصوص إنه ينادي للناس، ينادي بالحق الكتابي، ينادي بكلمة الله، ينادي إنه ما يزوقش الخطية، لكن الخطية خطية. تعرف أنت ممكن تكون يوحنا لبيتك، ممكن تكون يوحنا لكنيستك، ممكن تكون يوحنا للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه ده أحبائي. بالتوبة كلنا محتاجين أن نتوب قدام الرب، خدام وقسوس وكهنة ورعاة وقائدين ومؤمنين وأعضاء، محتاجين أن نتوب، أن نتوب ونرجع للرب. لما الرب يكلمنا على أي حاجة في العظة أرجع وأتوب، وأنا محتاج أتوب، محتاجين توبة في هذه الأيام. مش نتوب بس، لكن نقول اصنعوا ثمارا تليق وإيه بالتونة. أين الثمار أحباء التي تليق بالتوبة؟ عندنا معلومات كثيرة، في أكثر المعلومات في هذه الأيام، وما أكثر أن نحشي قلوبنا وعقولنا بالمعلومات وعظات مرتبة وعظات منمقة. دي بنسمع أحبائي، لكن أين الثمار؟ أين الثمار؟ كيف نعيش حياة التوبة؟ كيف يجب علينا أن نعيش التوبة الحقيقية في حياتنا؟ التوبة الحقيقية مش دمعة في الاجتماع، ولا نقول ترنيمة سامحنا يا فدينا وباركنا يا يسوع، لا مش هي دي التوبة. التوبة هي رجوع، التوبة هي أن نغير الاتجاه، التوبة هي الخروج من الأنانية والتبركز في الذات، التوبة هي أبص على اللي حواليا. هذه التوبة، التوبة معناها نبص على البعض، نبص على بعضينا، نبص على اللي حوالينا. التوبة حياة الأمانة في أشغالنا وفي بيوتنا وفي حياتنا السرية والعلنية، أدي معنى التوبة أحبائي. مش التوبة كلمة نقولها نتوب، لا، التوبة في تغيير في الاتجاه، تغيير في الحياة. أخبار حياتنا بعيد عن الكنيسة إيه؟ أخبار حياتنا بعيد عن الكنيسة إيه؟ هي دي التوبة الحقيقية، دي التوبة اللي كان بينادي بيها يوحنا المعمدان واللي كان عايشها أحبائي. حياتنا الشخصية أخبارنا إيه؟ في محتاجين ناس في الكنيسة زي البيت، ناس في الفرح زي الحزن، ناس في كل مفيش، هي الحياة، ما اختلفش، ما عملش حاجة تختلف، لكن أدي هي الحياة التوبة الحقيقية. عاش يوحنا أحبائي ينادي بهذه الحياة. الناس عايزة تشوف ناس مسيحيين حقيقيين، الناس عايزين يشوفوا يسوع فينا، كل واحد يكون يسوع الذي يتحرك في الشارع، الذي في البيت، في العمل، في استقامة كلاماتي. هل حياتي كانت مستقيمة في الكلام وفي الحياة الروحية؟ هي دي حياة أحبائي التي كان يحياها يوحنا المعمدان، عشان كان كده يظهر مجد الرب
في حياته. احنا مرات بنطلب مجد الرب، اظهر الرب، مجد الرب في حياتنا، لكن حياتنا تختلف بره بعيد عن الكنيسة حاجة وبره حاجة تاني، في الفرح حاجة وفي الحزن حاجة. لكن يجب أن المؤمن الحقيقي اللي عايش حياة التوبة يكون يحيا الحياة المسيحية، حياة التوبة باستمرار. ممكن ذكرت قدامكم القصة دي قبل كده، قصة صاحب مكتب كان عنده سكرتيرة، وكانت السكرتيرة دي مش مسيحية، من الدين الآخر، ودخلت عليه في المكتب بتاعه وعشان تمضي بعض الأوراق. فهو لما مضى لها بعض الأوراق وهي وقبل ما تمشي بتقول له: ليه أنا شايفك أنك أنت مختلف عن الناس كلها اللي موجودة في الشركة دي أو في المكان ده، المصنع ده اللي احنا شغالين فيه؟ قال لها: أصله أنا في حياتي يسوع. اللي في حياتهم يسوع بيبانوا في أشغالهم، وبيبانوا في تصرفاتهم، وبيبانوا في حياتهم أحبائه وفي كلماتهم. فهي طلعت من عنده وقالت: أنا عايزة أشوف، أعرف يسوع بتاع الراجل ده، أنا عايزة أتعرف على يسوع بتاع الراجل ده اللي مخليه حياته تختلف عن حياة الناس التانية. أحبائي، هي دي الحياة المسيحية، هي دي حياة اللي كان بيحياها أولاد الرب يوحنا المعمدان. كان هدفه كله شخص الرب يسوع المسيح. عايز، هل تشتاق أن يعلن يسوع فينا وفي حياتنا؟ طلع يوحنا تقول له: طلع مني يوحنا أشاور للناس على يسوع، طلع مني يوحنا أحيا حياة الاستقامة وحياة أسلك بالكمال، طلع مني يوحنا أني أبتعد عن كل إعوجاج في حياتي وعن كل شيء بيدور حوالين نفسي عشان أدور حوالين نفسي، طلع مني يوحنا اللي كان حياته كلها حياة بذل وتضحية للرب. هذه هو ما محتاجين في هذه الأيام، زيارات إلهية. وأنا وإنت محتاجين أن نعد الطريق قدام الرب، أن نعد. إن كان يوحنا بيعد الطريق أمام مجيء المسيح الأول، هل نحن أحبائي محتاجين أن نكون يوحنا اللي بيعد الطريق أمام مجيء المسيح الثاني اللي صار قريبا على الأبواب؟ تعال نقول له النهاردة في هذا اليوم أحبائي، وإحنا قربنا نحتفل بعيد الميلاد، قول له: يا رب صلح حياتي، خلي حياتي تكون فعلا نقية، حياة خذ طريقك في حياتي، عايز أكون مستقيم في حياتي، عايز أكون كلماتي تتفق مع حياتي ومع سلوكي. تعال وكون ووضع على لساني كلمات أكون كارز أشهد للنور الحقيقي اللي جه في حياتي. خذ مجدك، مجده عليك إيه يرى، خلي مجدك الناس تشوفه فيا، خلي كلامي حقيقي، أنت تزيد حقيقي، أنت تسمو في حياتي. أقم منا يوحنا في هذه الأيام يشهد للنور، نشهد عنه، نعلن أنه هو النور الحقيقي، هو النور الذي جاء إلى العالم بالقول المحبة والصدق والأمانة. قل له: يا رب اديني حياة الأمانة، واديني حياة العطاء، تكون حياتي معطاء، أقدم شخصك للناس وأقدم حياتي للناس، أكون حياتي حياة البذل والتضحية. نكون باستمرار لا نتكلم على الآخرين، ولا يكون عندنا ظلم ولا جشع ولا طمع في حياتنا، بل تكون أنت الرب وتأخذ كل أمانة في الشغل، أمانة في الكلمات. خلينا نصلي النهاردة أحبائي ونقول له: يا رب تعالى اخلق مني هذا الشخص زي يوحنا المعمدان اللي كانت حياته مستقيمة، كانت حياته لامعة قدام الناس، كان بيشاور عليك وكان بيتكلم الحق، وكانت حياته حياة الاستقامة. قل له: يا رب حررني من كل ضعف ومن كل فتور، خليني أرتب أولوياتي النهاردة، خليني تكون حياتي مبنية على الصخر شخص الرب يسوع المسيح. تعالوا كلنا نصلي مع بعضينا أحبائي، ارفع قلبك للرب، صلي هذه الصلاة معايا النهاردة. قل له: يا رب اخلق مني يوحنا أشاور للناس عليك، تكون أنت واخد مكانتك في قلبي. صلي في قلبك.
ما تخليش الكلمات دي كده يمر مرور الكرام علينا أحبائي. وهذه الذكريات المجيدة، الذكريات اللي 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 كل سنة بتيجي علينا لكن مش بنستفيد مرات منها، لكن يا رب أنت حطيت شخصية أمامنا كانت جاية عشان تهيئ الطريق. قل له خليني أنا أفسح المجال ليك يا رب، أفسح المجال في بيتي، في عائلاتي، في أولادي، الناس يشوفوا فيا يسوع، الناس يتمتعوا بيا، أكون سبب بركة للكنيسة، أكون سبب بركة للبيت، نهضة لزيارات حقيقية في هذه الأيام. الرب عايز يزور بيوتنا، الرب عايز يزور كنائسنا، الرب عايز يزور بلادنا. قل له يا رب هيئ قلبي، أنا أعد الطريق أمامك يا رب، أعد الطريق أن ننقيه من الحجارة. في أمور كتيرة في حياتي يا رب مش بتعجبك، خليني أرتب أولوياتي. قل له كده، صلي في قلبك، قل له يا رب أرتب الأولويات بتاعتي. قل له يا رب تكلم إلى قلبي النهاردة، تكلم لقلبي. خد وقت، صلي صلي. لو أنت جنب مراتك أو جنب حد صديقك، صلي صلي معاه النهاردة. قل يا رب أنا عايز نهضة لحياتي، نهضة لحياتي، ما تكونش كل طلباتي مادية وطلباتي كلها للعالم، لكن أنت واعد بأنك تعطيني وتكفي حياتي. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. قل يا رب أعطيني حياة الأمانة والعطاء والتعامل مع الآخرين في كلماتنا وفي تصرفاتنا، ويكون قلبي يا رب ملآن بالحب. ينطبق عليه هذا القول الذي انطبق على زكريا، كانوا يسلكون في وصايا الرب وفي أحكامه وكان بارين بلا لوم بلا لوم. تعلم درس النهاردة جديد، لوم مفيش غبار يا رب على حياتي، عشان أكرمك، عشان أمجدك، عشان أكرز بالنور الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح. والرب بيتجاوب مع قلوبنا ومع طلباتنا أحبائي. صلي في قلبك، صلي في قلبك، قل له أنا جاي عايش شفاء حقيقي منك النهاردة. قل له شفيني من كل ضعف، شفيني من كل ضعف، خليني أحمل حضورك أمام الآخرين يا رب، خليني أحمل حضورك أمام الآخرين. يا ريت لو الأحبة يطلعونا ترنيمة اشفيني من كل ضعف، اشفيني من الخطية ومن الشهوة، خليت اشفينا يا رب، انت عايزين شفاء حقيقي النهاردة، عايزين شفاء حقيقي. خلينا نرنمها كصلاه النهارده، صليها صليها من كل قلب. قول له يا رب رتب الاولويات يا رب، خلي اولوياتي تترتب حقيقي النهارده، ولما لما احط الاولويات مظبوطه كل اموري تترتب، والرب يتداخل في كل ظروفي وفي كل احتياجاتي، بس يكون هو الاول. هو لو ينبغي ان ذلك يزيد وانا انقص. تيجي نقف مع بعضنا ونرنم الترنيمة دي مع بعضنا، تعالوا كده نقف رنمها في روح الصلاة. خلي خد 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 وقتك مع الرب، خد وقتك النهاردة. يوحنا كان إنسان مرسل من الله، كان شخص بسيط جدا في حياته، لكن جاء ليشهد للنور، جاء ليعلن يسوع للعالم. هو ذا حمل الله الذي يرفع قضية العالم، كان بيشاور على يسوع، كان بيعلن الحق ولم يحاب الوجوه، كانت حياته حياة مستقيمة. بقول يا رب أنا عايز أحيا الحياة دي، لمست حياة
دي صلاتنا جاي لك وندمان وبتوب، قل له يا رب طلع مني يوحنا المعمدان اللي شاور عليك واللي يقول كلمة الحق ويحيا باستقامة في البيت زي الكنيسة، في الشارع، في العمل، في الشغل. قل له تعال اشفيني يا رب. هنرنم العدد ده مرة تاني عشان فعلا نطلبه بكل قلوبنا وبكل صلواتنا الآن. قل له يا رب، وأنا بتذكر في عيد ميلاد المجيد في 2022 وأنا بحتفل بعيد ميلاد بقدوم عيد ميلادك، أنا تبت توبة حقيقية وقبلتك في حياتي كخاطي، اقبله يولد في قلبك، ومؤمنين أن نجدد عهودنا ونقول له نعد الطريق أمامك يا رب عشان تاخد مجالك. أكون أنا إنسان أعد الطريق أمامك لزيارة إلهية لحياتي، زيارة إلهية لكنيستي، زيارة إلهية لبيتي، زيارة نهضة حقيقية لحياتنا وحياة أولادنا وزوجاتنا وأزواجنا وللمجتمع للبلاد اللي احنا بنعيش فيها. عايزين زيارة إلهية ليك يا رب في هذه الأيام، تغير القوانين، تغير الأوضاع، نقول كلمة الحق. تعال أقول له شفيني يا رب، شفيني، أنا جاي لك وبتوب. Thank you.
محتاج لك في هذه الأوقات يا رب، محتاج لك فعلا تغير فيا عشان أحمل حضورك واستخدامنا يا رب أن نصنع مشيئتك وأن نصنع أمور عظيمة في حياتنا. حابب أخونا سالم يجي يتفضل يصلي لنا، يطلب بركة الرب على الكلمة لو فكر. إلهنا القدوس أبونا السماء من كل القلب يا رب إليك بقلب منكسر ومتواضع، كنيسة واحدة جامعة رسولية وبروح واحد نسجد أمامك ونقدم لك عهدا جديدا أن تكون قلوبنا كلها مشغولة بيك ونكون عيوننا شاخصة ليك، نشاور عليك أنت يا ربي، أنت تزيد ونحن ننقص، نقدم لك قلبا نقيا طاهرا أنت وضعته فينا سيد. بارك هذه الكلمة، بارك عبدك خادم الكنيسة، بارك هذا الشعب الماثل أمامك الذي يسجد أمامك بالروح والحق يا رب، أن تثمر كلمتك فينا يا يسوع بغنى. صلي يا رب أن تقبل توبتنا، تقبل توبتي في هذا المساء، وصلي يا رب من أجل أن تذكر كثيرين مشتتين معذبين في هذا العالم كما قال عبدك، أن تغير أنت القوانين وتسن قانون الحياة يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي ولك كل المجد. آمين. آمين. قبل ما نستمع لترنيمة ختامية ونختم اجتماعنا، حابب بس ألفت نظركم الأحد القادم، طبعا زي ما احنا عارفين في ناس بيسألون هو في كنيسة يوم الحد الجاي عشان جاي يوم العيد؟ طبعا هيكون عندنا احتفال بالكريسماس، وزي ما قلت في البداية وفي المقدمة ان في عيد الميلاد نحتفل بصاحب الميلاد ونيجي كلنا ككنيسة نحتفل مع بعضينا ونرفع هذا الإله العظيم الذي الله ظهر في الجسد شخص ربنا يسوع المسيح. فخلينا كلنا نحتفل الأحد القادم إن شاء الله. أذكركم أيضا بقراءات اليومية والصلاة والصوم اللي واخدينها لغاية آخر ديسمبر، آخر حاجة في الشهر موجودة قدامنا هنا، فخلينا أيضا نذكر هذا الفترة، فترة الصوم والصلاة لغاية آخر ديسمبر. بذكركم تعملوا حسابكم لليلة رأس السنة أيضا اللي هي يوم 31 ديسمبر، هتكون يوم السبت بالليل، فخلينا نذكر هذه أيضا الليلة تكون هنا نجتمع مع بعضنا في الكنيسة ونودع سنة ونستقبل عاما جديدا. صلي أحباء من أجل الأحباء المرضى الذين طلبوا الصلاة من أجلهم، نرفعهم في صلواتنا أن الرب يلمسهم و يتنازل إليهم بالشفاء. خلينا نصلي من أجل عطايانا ومن أجل عشورنا، هنصلي دلوقتي من أجل العطاء ومن أجل العشور، وبعدها نختم بترنيمة وبعدها الصلاة الربانية. خلينا نرفع قلوبنا للرب من أجل الصلاة لأجل العطايا. ياريت أخونا هاني يصلي من أجل عطايانا. أخونا هاني صلي من أجل العطاء والعشور. يا رب نشكرك من كل القلب، دم عملك وتنازلك وتواضعك العجيب المبارك اللي صنعته لأجل خلاصنا، اتنزلت وتجسدت وسطينا وصرت إنسان مثلنا لكن بلا خطية لنحيا من جديد يا رب بعد الموت، لتفتح لنا الأبواب ليكون شارك لنا هذه الشركة مع شخصك، لتعطينا حياة أبدية. لا نستطيع أن نقف يا رب مكتوفي الأيدي، لكن يا رب نتعلم مع أولاد مدارس الأحد أن نعطيك القلب كهدية لك في هذا الميلاد المبارك. يا من أعطيتنا كل شيء حتى حياتك أيها الإبن المبارك على الصليب، لكيما تفتدينا
لكي ما تدفع ثمن أثامنا وخطايانا التي فعلناها نحن. نعطيك يا رب كل القلب لكي ما تملك على حياتنا ونصير صورة ومثال لكل من هم حولنا، ولنصنع أثمارا للتوبة كما سمعنا في هذا الصباح. يا رب اقبل عطايانا، حرك قلوبنا ودوافعنا أن نعطي ونعطي بسخاء ونعطي بسرور، ليس بالإجبار، ليس بالدفع والإجبار، لكن نعطي ونحن فعلا مسرورين أن نشترك في عملك، مسرورين أن نعطي لجلالك ولو الشيء البسيط. يا رب. فالكل منك يا رب. أمين. وإليك لك كل المجد. أمين. خلينا نقف مع بعضينا ونرنم ترنيمة ونختم بها اجتماعنا وبعدها الصلاة الربانية. أنا بيك خطاياي مغفورة، أنا بيك عيوبي مستورة، أنا عند الآب بالمسيح ليا قبول. خلينا
ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. أمين. الرب يكون معنا.